ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. وفاة الفنان رائد طه. أعلنت وسائل إعلامية فنية اليوم الأربعاء 24 يناير 2021 وفاة الفنان اليمني رائد طه بعد تعرضه إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته على الفور صباح اليوم في أحد المشافي العاصمة صنعاء عن عمر يناهز 32 عاما. وقالت صحيفة اليمن أن سبب وفاة الفنان اليمني رائد طه بعد تعرضه إلى أزمة قلبية حادة نافيا كافة الأنباء المنشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة فيروس كورونا المستجد. وكتب أحد النشطاء عبر موقع تويتر: وفاة أحد أبرز نجوم فرقة خليج عدن الممثل رائد طه، طالما رسم الابتسام على وجوهنا وهو على المسرح دعواتكم له بالرحمة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنته. وأكدت وسائل إعلام فنية أن الفنان رائد طه شارك في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات التلفزيونية اليمنية، حيث لقى شعبية كبيرة بين الجمهور من خلال تقدمه مسرحيات كبيرة ولافتة. أرجو الدعاء له بالرحمة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.